أرى البشرى في وجهك يا أمير المؤمنين. ألا تهنئوني وتباركون؟ بماذا يا أمير المؤمنين؟ سهرت إلى بيت رسول الله وتزوجت أم كلثوم بنت علي. وأكرم به صهرة، قد جمعت النسب والصهرة من بيت رسول الله. هو ذاك. ألا تؤدب لأصحابك يا أمير المؤمنين ثريد ولحم؟ أعني ثريد الثريد، ثريد اللحم والمرق، لا ثريد الخبز والزيت الذي أحرق بطنك حتى قلنا إن لم يرفع الله المحلة هلك أمير المؤمنين. أنت يا هذا، هل استأذنت لنا أمير المؤمنين؟ هل أخترته بحضورنا؟ كيف لا أفعل، ولكن اصبروا حتى يأذن لكم. ولكن هذا الرجل المجهول الذي أدخلته قد جاء بعدنا، وكذلك الذي كان قبله. أنا على أمر أمير المؤمنين. نفد صبري وأني خارج، فإن شئت فالحق بي. لم أراك اليوم قط. يأذن لهؤلاء الذين كانوا عبيدنا ويتركنا على بابه. استغفر الله يا أبا سفيان، ولا تذهب حسناتك بعد أن من الله علينا بالإسلام وأذهب عنا نخوة الجاهلية وحميتها. وأنت يا أبا سفيان كان لك بلاء في اليرموك، فلا تترك للشيطان عليك سبيلا. استغفر الله، استغفر الله. أما والله إني وجدت في نفسي شيئا مما رأيت، ولكني غلبت نزغ الشيطان. وهؤلاء الذين كانوا عبيدا لم يتقدموا علينا إلا بقدمهم في الإسلام، فقد اكتسبوه حقا وعدلا. فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ الآن وجبت. ما الذي وجب؟ أسير إلى الشام فأكون مع ولدي أبي جندل، فهي أرض رباط، حتى يجعل الله آخر عمري خيرا. ألا تراجع رأيك يا أمير المؤمنين؟ قد عزلت الرجل أول عهدك عن إمارة جيوش الشام، وصدع بأمرك، وأطاع أبا عبيدة، ولو كان غير خالد فلربما أظهر شرا، ولكن بلاءه بعد عزله لم يكن دون بلائه وهو الأمير، فكان له السهم الأكبر في فتح دمشق ثم في سائر الشام، وهو الذي فتح قنسرين فولاه أبو عبيدة عليها ولم تعترض. بلى، وقلت يومئذ رحم الله أبا سليمان ولا نفسه ببلائه، وما ذكره أبو عبيدة عندنا إلا بخير. فالآن تعزله كرة أخرى عن ولاية قنسرين. أخشى أن توغر صدر الرجل وبني مخزوم، يقولون ما بال عمر يتتبع عورات صاحبنا. ما أنا بالذي يتتبع عورات أحد، ولكني أمضي فيه على سنتي مع عمالي وولاتي، لا أفرق بينهم ولو كان أحدكم. وإني أمرته كما أمرت غيره أن يحبس هذا المال على ضعفة الناس،
ولا يؤثر به ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان، فما باله وقد عاد بتلك الغنائم من بلاد الروم يقصده الأشعث بن قيس الكندي وقوم من ضربائه، فيجيز الأشعث بعشرة آلاف ويخالف بذلك أمري؟ أفما كان يرجع إلى أبي عبيدة أولا في الأمر وهو أمير الشام كلها، أو يرجع إلي؟ ولكن هكذا خالد يعمل برأيه ولا يألو. ما تدري، لعل لرأيه وجهة. يبسط لي أولا، فإما أجزته وإما نهيته. قد بينت للناس طريقتي منذ وليت عليكم، فمن شاء أن يعمل عملا لي فليعمل بما آمر به أو فليدع. لا تأس يا أبا سليمان، فإنما الدنيا معاش، وإن مغارم الإمارة أكثر من مغانمها، وأنت عندنا على ما أنت عليه من القدر والمنزلة، وما عند الله أعظم إن شاء الله. ولا يزال المسلمون إلى آخر الدهر إذا ذكروا فتح العراق والشام يذكرون سيف الله وبلاءه العظيم، فما من مسلم يعيش في هذه الديار إلا وفي عنقه دين لك. كما قلت يا أبا عبيدة، ما عند الله خير وأبقى. رأيت رأيا ورأى عمر غيره، وكنت شاهدا وكان غائبا، وهو أمير المؤمنين. ألا تقيم عندي في دمشق؟ أمير المؤمنين استعملني على الشام، ثم رضي مني ورضيت منه بقنسرين، فلما صارت الشام دقيقا أبيض منخولة وعسلا سائغا عزلا. اصبر أيها الأمير، فإنها الفتنة. أما وابن الخطاب حي فلا. أعزلك لخالد بن الوليد مرة أخرى. إني لم أعزله عن سخطة أو خيانة. هذا ما قلته المرة الأولى وتقوله الآن، ثم لا يمنعك هذا من عزله. إني أمرته أن يحبس المال عن ضعفة الناس، فأعطى ذا الشرف واللسان، وليس هذا عهدي إليه، وإنه والله علي لكريم وإلي لحبيب، ولن يعاتبني فيه أحد بعد اليوم على شيء. والله ما أعذرت يا عمر، ولقد نزعت سيدا من بني مخزوم استعمله رسول الله، وأغمدت سيفا صله الله، ووضعت أمرا نصبه رسول الله، ولم ترعى حق الرحم في أخوالك بني مخزوم. ذلك أدعى لأن يعلم الناس أني أسوسهم بالسوية، أما حق الرحم فمن خاصة نفسي لا من عمل المسلمين وإمارة المؤمنين. ولقد أكثرت على أمير المؤمنين أيها الفتى. لا بأس، إنه قريب القرابة من أبي سليمان وحديث السن يغضب لابن عمه. هذه عاصمة ملككم؟ ألم نقل لك ما هو بملك؟ إنما هو أمير المؤمنين الخليفة. هؤلاء أصحاب رسول الله ووزراء أمير المؤمنين. من؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
رسول ملك الروم بعث به من القسطنطينية مسالماً مستعهداً يسفر له عند أمير المؤمنين ويطلب سلمه وينظر أحواله ويشهد أفعاله. ولكن أين أميركم؟ عمر، ألا تأخذونني إليه؟ هذا هو؟ نعم، أمير المؤمنين عمر. سفير ملك الروم إليك يا أمير المؤمنين، قد جاءك بالسلام والمودة. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام. دونكم فاجلسوا. قد أذهلني ما أرى عن كل قول. دخلت وأنا أتساءل، أمن هنا خرجت تلك الجيوش التي غلبتنا على بلاد الشام؟ والآن تحولت الدهشة خشوعا، والحيرة يقينا، والجهالة علما. لا أتحدث بلسان أحد إلا لساني، ولا أنطق عن صدر أحد إلا صدري. وقديما طلب الإنسان الحكمة وأضله الهوى، وقد يتعلم الرجل من خصمه ما لا يتعلمه من صديقه. بلى، رجل دوخ الملوك وأعيا الجيوش، لا يقر للملوك قرار من هيبته، وتكون هذه حالته. ولكن ما العجب، جار الملوك واستبد، فلا يزال أحدهم ساهرا خائفا يترقب. وأنت أيها الخليفة، هل لي أن أقول يا عمر؟ أنت يا عمر عدلت فأمنت فنمت. ما أعجلكم إلي وكان موعدنا دمشق، على أن نسير منها إلى أحياء الشام ومدنها، نتفقد أحوال الناس. إن الأرض سقيمة يا أمير المؤمنين، الطاعون بدأ في عمواس من أرض فلسطين، ثم فشى في البلاد وكثر الموت. فرأى أصحابي أن نوافيك عند سرع فنخبرك بالبلاء لنرى رأيك، تدخل أم ترجع إلى مدينة رسول الله؟ فشاور ثم افعل ما ترى. أما أنا فعلى رأي الدخول، خرجت لوجه الله، تريد فيه الله ومن عنده، وما نرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك. بل ارجع بالناس يا أمير المؤمنين، فإنه بلاء وفناء. ما نرى أن تقدم على هذا البلاء حتى يرفعه الله. نرجع إن شاء الله.
أفرارا من قدر الله يا عمر؟ لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة. نعم، فرارا من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله؟ هديت الرشدة، وإن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. الحمد لله، قطعت الشك باليقين. قوموا يرحمكم الله. لا بأس عليك يا أبا يزيد، لعله استبراء من كل ذنب وطهارة من كل سوء، وإنها آجال مقضية، فما بعد هذه إلا جوار خير من جوارنا وصحبة خير من صحبتنا. غفر الله لك يا أبتي، ولعل الله أن يجمعنا في الجنة على سرور المتقابلين. أحسن الله عزاءك وعزاءنا فيه يا أبا جندل، فلله ما أخذ ولله ما أعطى. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كتاب عمر.
يقول إنك أنزلت الناس أرضاً عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. أما والله قد أصاب الحق، فقد سمعت بعض ذلك من حكماء بيت المقدس. إن الأمر يحتاج إلى تدبير، إخراج الناس إلى الجبال يقتضي تدبير مبيتهم وطعامهم وشرابهم، ولكن إن أبقاني الله لا أفعله. أترى ما هو فيه من الضعف والوهن؟ أبلى جسمه في عيادة المرضى ومواساة الناس بنفسي. أرجو الله أن يكون كما قلت. دع هذا وعد إلى أهلك ولا ترجع حتى أرسل في طلبك. أذهب الباس رب الناس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قد ترون ما أنا فيه، وأني موصيكم بوصية، فإن قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وتحابوا واصدقوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تهلككم الدنيا، فإن امرئاً لو عمر 1000 حول ما كان له بد من أن يصير إلى مثل مصرعي هذا الذي تراه.
أحسن الله عزاءنا وعزاءك في أبي عبيدة. والله ما فجعنا بمثله منذ أن توفي الصديق. كان من أبرأ الناس صدرا وأبعدهم عن الغائلة وأنصحهم للعام وأشدهم تحنثا وشفقة. رحمه الله. رحمه الله. وما صنع عمرو بن العاص وقد صار إليه أمر الشام؟ ما كنت قد أمرت به أبا عبيدة أن يرتفع بالناس إلى الجبال، فلعل الله يرفع عنهم هذا البلاء. اجتهدوا بالدعاء. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. بعد أن أظفرنا الله بالروم في الفرمة وبلبيسة وأم الدنين وحصن بابليون، دانت لنا البلدان في تلك النواحي، ولم نجد من قبط مصر في سيرنا حربا. فما فتح الله علينا من تلك البلدان صالحنا أهلها بالأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم وكنائسهم وصلبانهم. ولما رأوا أن لا نكرههم على شيء من دينهم رضوا منا ما لم يرضوا من الروم، وأعاننا قوم منهم على الرومي فدلونا على الطرق وعورات العدو وحصونه. فلما فتح الله علينا هذا كله انفتحت لنا الطريق إلى مدينتهم العظمى وحاضرة ملكهم الإسكندرية، فسرنا إليها فما رأى المسلمون مدينة مثلها قط. لله در بن العاص يقاتل بالقول والتدبير، وغيره يقاتل بالسيف. والله إن حربه للينة، ما لها سطوة ولا ثورة كثورات الحروب من غيره. هذا وأن أهل مصر كما علمنا قد نقموا على الروم، فلا يرجون إلا الخلاص منهم، والروم هناك هم أهل السلاح دون أقباط مصر، فما كان عمرا ليجد حربا من غير الحاميات الرومية. وقد وهنت قلوب الروم في مصر بعد أن خسروا الشام، فلم يعد لهم ظهير منها. كأنكم تهونون من عمل عمرو. معاذ الله، ولكن أعظم النصر ما قلت كلفته من دم الفريقين، فليست الغاية أن ندفع المسلمين إلى الهلكة ولا أن نبطش جبارين في الأرض، فإن انغلبنا بذلك فلا يدخل الناس في أمرنا إلا على دخن في النفوس وعلى حقد مقيم، فلا يستقيمون لنا أبدا. وإنما خرجنا بدعوة الإسلام لنخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح الإسكندرية، فقد دخلتم مصر منذ سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم. وأن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتكم. فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم، ورغبهم في الصبر والنية، ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة.
فإنها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة. وليعج الناس إلى الله يسألونه النصر على عدوهم. الحكمة، هذه مدينة الحكمة والدين، العقل والقلب، المادة والروح، الدين والدنيا. حري بنا أن نكون أمناء على تراثها العظيم. حكموا عقولكم واستشيروا قلوبكم. يقولون شاخ مقوقس وخارت عزيمته ويريد أن يفرط بالمدينة، بل يزيد بعضهم ويتهمني في ديني وإيماني، يقول يمالئ المسلمين. منذ جاءه كتاب نبيهم فأحسن الرد وأهدى إليه. نعم فعلت، لا لأني أمالئ المسلمين ولا لضعف في عقيدتي، ولكن نعم لأن الحكمة التي نهلت منها في هذه المدينة والروح التي تلامس قلبي كلاهما أخبراني أن من أملى ذلك الكتاب قد جاء بنبأ عظيم يؤمن به إيمان الرسل من قبله. وكيف يرجو عاقل فينا أن تبقى الإسكندرية وحدها خارج سلطانهم؟ وما هي حتى يستولوا على مدن الساحل فتنقطع عنا الميرة عن طريق البحر؟ فأين نذهب عندئذ؟ وهذه القسطنطينية قد انقطع المدد منها وأسلمتنا إلى مصيرنا، ولم يبقى خيار إلا الصلح على الأمان، وإلا فاخرجوا إليهم فقاتلوهم، فإما أفنيتموهم إن استطعتم أو أفنوكم. أما أن تقولوا لا نقاتل ولا نصالح فما ذاك إلا الموت البطيء والاحتضار الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلوبهم وبرهم وبحرهم. وعلى من أمضى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين. تعال فأخبر الناس. أيها الناس،
أنا رسول عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين، أبشركم أن الله فتح علينا الإسكندرية. دخلت مصر في أمر المسلمين، الحمد لله أولا وآخرا. لا بأس عليك يا أبا سليمان، وعكة زائلة إن شاء الله. يا أبا الدرداء، لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها. وأنا والله أرى ذلك. قد وجدت عليه في نفسي في أمور لما تدبرتها في مرضي هذا، وحضرني من الله حاضر، عرفت أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل، وما فعل معي شيئا إلا فعل مثله مع أهل السابقة والقديم. قسمني مالي ورده إلى مال المسلمين، وفعل مثله بغيري من أهل السابقة وممن شهد بدرا، وكان يغلظ علي وكانت غلظته على غيري نحوا من غلظته علي، وكنت أدل عليه بقرابته، فرأيته لا يبالي قريبا ولا لوم لائما في غير الله، عزلني. ثم بلغني أنه عزل من هو خير مني، خال رسول الله سعد بن أبي وقاص، فذلك الذي أذهب عني ما كنت أجد عليه، وما اختلفنا إلا على الرأي والنظر، ولكل وجهته وعلته. إذا مت فأبلغوا أمير المؤمنين أني جعلت وصيتي وتركتي وبناتي وإنفاذ عهدي إليه. أوقفوني أوقفوني. ما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين، بيتها وأنا متمترس والسماء تنهل علي وأنا أنتظر الصبح حتى أغير على الكفار. لقد شهدت كذا وكذا زحفة، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كما قال الشاعر، لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادك.